بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمين يا سيدنا يا كريم يا هادي. إنما قلنا حصرية، سيتان ترم إكسكوزيف. إنما يؤمن يا سلمو ceux qui croient, c'est qu'ils ont telle caractéristique. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بالله، يعني ذكرهم حادث معين، كلام معين، مشهد معين. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، الآيات هذيك خروا، مش يكونوا خروا متاع تاع الظالمين، يعني بقوة الرفض لهذه الآية التي ذكروا بها يخرون، يعني كما تقول أنت كأنهم يقولوا لك رانا أحنا مش هنا، تقول لنا هذه آية أحنا مش هنا، حنا نعترف بآيات الله. يعني أنت تتكلم على أساس أساطير الأولين، أنت جايب لنا خرافات من الأولين المتخلفين، وهذا شيء قاعدين يقولوا تقول أدعياء الإسلام وهم على باطل بالتمام والكمال، يقول لك احنا راهو الناس مودرن، احنا نمن بالحداثة. أني حداثة تقصدون يا كلاب؟ أنتوا في يد بني إسرائيل ويد الكنائس ويد الكرب، يعني أهل عداوة للرب، وتحبوا تكونوا مع حالتكم هذه المزرية المريضة تمام المرض، وتحبوا تكونوا سالمين حتى نعترف بكم وبحداثتكم. والله لن تروا ذلك اليوم، ما تكحلش عليه عيونكم هك اليوم، هذا كان مستحيل. وحنا نقول ما تكحلش، لأنه ساعة نستعملوا العامية باش توصل الفكرة لمن يقول لك أنا ما نفهمش الفصحى. على كل حال احنا اللي نقدروا عليه ان باش نبسطوا لكم المعرفه الاسلاميه فيها باس. والسلام على الذي بذكري يرتفع كل باس.